أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الزكاة التي تخرج من الثمار والزروع يأخذها الخارس يأخذها بنفسه، أما أن صاحب الزرع والثمار هو الذي يتولى توزيع زكاة ماله؟ الخارس يبين لك وش الواجب عليك، وأمير البلد أو نائب السلطان هو اللي يرسل لك من يقبضها، يرسل لك من يقبضها، أو يقول عطاه فلان وفلان، يعطيك أسماء المدفوع إليهم، نعم، أو القاضي، قاضي البلد. هي ما الآن مصلح، ما هي الآن مرتبة على هذا، أمير البلد أو القاضي هو اللي يدبر قبض الزكوات من المزارعين ويوزعها، أو من أصحاب التمور ويوزعها على أهل البلد، فقراء البلد، نعم.